البنت كان عايش، المرة كان عايش، بس الولد الولد الأخير. لا والله ما بشي صوت خاص، أنا فكرت بعد هذا. قول ما كنا ما كنا نتغير ما نعرف والله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مدير مخيم الجبل هوني، فالصبح تعرضنا لحوالي احتراق خيمه، اللهم صل على النبي، حوالي الساعه 5:30. الاسباب سوء الاحوال، اسمه المواد التدفئه اللي وزعوا لنا اياها، وصار عندنا ضحايا وعندنا عالم حولناها على تركيا، وصار عندنا حاله وفاه طفل ما يتجاوز عمره 1.5 سنة، وهي حال الخيمه. طبعا هالخيم احنا بنعاني منها كثير، يعني هي صار لها 3 سنين قاعدين فيها خيام، يعني ما بتصح لشيء طويل. هاي الحالة صارت عنا اليوم، الحمد لله رب العالمين.